وبالاقتراح قلتي لي ديال الشاورما. شاورما عندنا في العجين، هي شاورما هاد العجين ديال بحال شكل البطبوط، غير غنحاولوا اننا نديروه بحال الخبز ديال العربي اللبناني المعروف. واحد الطريقه الا كان حابه السيده هي يطيبوها، راه كتجي رائعه فوق المشوه. انهم كي غير شويه بحال كيصهدوه فوق المقله، وكنعاودوا ناخذوا ديك المشوه كتكون شويه العافيه مشوه فوق البوطه، وكناخذوها كتنفخ كيتنفخ. أيه. انا نحاول نبارطاجي الصور ان شاء الله، وحنا مع ذلك غادي نتبعوا معك ان شاء الله، واكيد المستمعات وصلهم الافكار. بالنسبه للعجين عندنا هذا العجين ديال الخبز، العجين ديال الخبز كتكون فيه نص كيلو ديال الطحين الابيض، معلقه صغيره ديال سنيده، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه ديك حبيبات، ومعلقه صغيره ديال الملح، وربعه المعالق كبار تاع الزيت، والمدافي اللي كيجمع لينا العجين. هنا العجين السيدات كلهم كيعرفوا كيفاش طبيعه الحال العجين ما يكونش قاصح ما يكونش خفيف، وكنعجنوه كنخليوه يرتاح واحد الربع ساعه، وكنقسموه كرات، الكرات على حسب الحجم السيده اللي بغات كيفاش بغينا هذا الشوي ديال الخبز تعمرو. هنا غير باش كنطلقوه كناخذوا واحد دوك الكرات، ملي كنقطعوهم كناخذوا يعني فين غادي نورقوا هذاك العجين، كنديروا الطحين وكنورقوه بالمدلك، وكنحاولوا اننا نرققوه ماشي بحال البطبوط العادي ديالنا، انا كنخليه واحد شويه غليظ، هنا كنخليوه رقيق، واخا رقيق راه كيتنفخ، كنخليوه رقيق بالمدلك بطبيعه الحال، وكننزلوه في شي لاطه ولا في شي شي بلاصه اللي دايرين فيها الزيت مرشوش شويه بالطحين، وكنخليوه يرتاح. داكشي اش قلتي دوك الكويرات ملي نقطعوهم نحاولوا نديروا القياس اللي بغينا، واش صغيورين واش متوسطين على حسب يعني حيت غنورقوهم كلهم بالمدلك، ماشي بحال البطبوط الصغير هو اللي كنورقوه كنبقاو نقطعوه بشي قطاعه ولا ملي كنخليوه شويه يرتاح كيرتاح، كناخذوا مقله عاديه ديال البطبوط وبحال كنشمعوه غير شويه. كاين السيده اللي بغات طيبو ديريكتومون كيما يعني الاختيار في الاول في المقله راه كيتنفخ وكيجي رائع، ولا بغات تاخذ داك بحال ملي كديرو في الشوايه كيعطي بحال لوغو ديال بحال كنعطيوه المذاق ديال الشوا يعني، وكيجي واحد فيه واحد وكيتنفخ دغيا بحال الخبز الهندي. الهندي فعلا داك النانو يعني دوك الكويرات يعني بعد ما كتلقيهم بالمدلك وكيرتاحوا شويه كديروهم في المقله يعني غير كيتصهدوا بحال كيتشمعوا من جهتين، من بعد شنو كنديروا في الشوايه؟ دابا كناخذوا الشوايه وكنديروهم فوق البوطه حتى تحمل مزيان. لا ماشي مشكل، ها الشوايه اللي كنديروا فيها بحال مثلا ملي كنبغيو نشويو الفلفله ولا شي حاجه في الشوايه فوق البوطه مثلا تماما، وكنحطوا ديك الخبزه ودغيا كتنفخ وكنعاودوا نقلبوها، وكتاخذ هذاك داك لو تري ديال الشوايه دوك الخطوطه ديال الشوايه وكتجي وكيتنفخ لينا دغيا، وهاد الطريقه هادي انا كتسرع لينا الطياب يعني بحال كنشمعوا الاخرى دغيا كطيب الاخرى، كيجي رائع وكيتنفخ كيتنفخ يعني نشمعوا نصهدوه في المقله على جهتين ومباشره نديروا شويه فوق العافيه. هنا السيده كما بغات انني انا كنشدو كنفرقوا على جوج وكنديروا بحال كنلويه بحال شكل ما كتخليش ولا انا تشدها تحلها وتعمرها، راه كيجي كله خاوي ما فيهش لا البابه لا حتى شي حاجه، كيجي بحال الخبز اللبناني ولا الخبز الهندي تماما. وديك الساعه يعني لها الاختيار كيفاش بغات تشكلو، غير الطريقه انها في الاول انا غتورقو بالمدلك احسن. عندنا في الحشوه انا خديت السيده اللي بغات يعني لا داند ولا دجاج اللي متوفر عندها، انها كتقطعوا شرائح طوال وكنرقدوه في واحد جوج دروس الثومه محكوكين، شويه ديال الملح، البزار، ومعلقه كبيره ديال العطريه ديال الشاورما. دابا متواجده في بلاصه وعندنا دانون ياغورت مسوس، ياغورت مسوس كنضيفوه حتى هوايا، وشويه ديال البصله اللي كنحكو كناخذو غير الماء ديالها وكنرقدوه فيها وكنخليو هادشي كله يترقد. السيده اللي بغات يعني ربعه السوايع ليله كامله قد ما انها كيشرب داك القوام، كنعاودو ناخذو كناخذو مقله وكنصوطيو هذاك الشرائح ديال الدجاج ديال ولا لاداند وكنخليوهم جانبا. كندوزو نصوبو واحد لاصوص راه معروفه كتمشي مع الشاورما التوميه اللي كتكون يعني متوفره كنلقاوها في المطاعم هنايا سهل التحضير ديالها. اننا كناخذو ربعه المعالق ديال كبار ديال النشا وكنحلوهم بجوج كيسان ديال الماء تقريبا
الكبار ديال العصير ما عامرينش بزاف، جوج كيسان ديال الماء القياس كاس العصير، ولكن ما عامرينش ما عامرينش كلهم كاملين. يعني ما عامرش كامل، داك الربع ديالهم الفوق ما عامرش. كنحلوا هذيك النشا وكنديروها في كاسرونه وكنبقاو نحركوا كنحركوا حتى كتختار. بحال غادي نصاوبوا الصلصه البيضاء بيشاميل، كناخذوها كنحكوا فيها من بعد ما كنحيدوها من النار، كنحكوا فيها 4 دروس الثومه وكنزيدوا عليها واحد المعلقه كبيره ديال الحامض وواحد جوج معالق كبار ديال الياغورت مسوس وشويه الملح وشويه ديال البزار. كنخلطوا هادشي كامل وكنجيبوا اما الخلاط الكهربائي ولا هذاك البلونجور ديال وكناخذوا واحد الكاس ديال الزيت ديال العنبه وكنبقاو نزيدوا بخويط وحنا كنطحنوا بحال المايونيز. فوالا بحال غنطلعوا المايونيز اما بالبلونجور ولا الخلاط الكهربائي من هذيك الفوق ديال الكاس وكنزيدوا داك الخويط ديال الزيت وحنا كنطحنوا حتى كتولي عندنا بحال لاصوص بحال المايونيز تماما. هذه هي اللي كندهنوا بها الخبز، الصلصه المرافقه مع الشاورما وكندهنوا بها حتى الخبز. التوميه بصراحه يعني في المطاعم ديال المشاوي الشرقيه كلشي كتعجبو بزاف، وكثير من السيدات يعني كيقلبوا دائما على الطريقه. فاللي مازال ما عندوش الطريقه ديال التوميه وكتمشي حتى مع المشاوي ومع الشاورما، فكيف ما قالت الشيف سناء بن سلطانه هو انه 4 المعالق كبار ديال النشا كنحلوهم في 2 كيسان ديال الماء، العبار ديال الكاس العصير ديال هو اللي غنعبروا به الماء، ما يكونوش عامرين يعني كامل 2 كيسان ديال الماء، وكنحلوه مزيان تنخلطوهم مزيان، عاد كنديروا الماء ونشا فوق الكاسترونه يعني فوق العافيه في كاسترونه العافيه مهيله، وكنبقاو نحركوا بحال كيف كنديروا في مهلبيه يعني حتى كيعقد لنا الخليط. وخارج النار كنديروا 4 دريسات ديال الثومه مع معلقه كبيره د عصير ديال الحامض وجوج معالق كبار ديالاش ديال ياغورت مسوس ديال ياغورت مسوس، وكنتبلو بشويه ديال الملح والابزار، وهادشي كله يعني كنطحنوه في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، وكنبقاو نزيدو كاس ديال الزيت على شكل خيوط على شكل خيوط من الفوق هكا باش كيجينا عاقد بحال مايونيز. واخا هادي كنرافقوها نرافقوها مع هاد الشاورما. واول حاجه كندهنوا بها داك الخبز ديالنا، كنديروا الحشوه هنا، ديك الحشوه كنرافقوها. كاينين الدراري الصغار اللي كيبغيو البصله انا كنديروها شرائح، كاين اللي ما كيبغيهاش كيبقى اختياري، اما دير بصله كنديروا شويه ديال الخس شويه ديال الكورنيشون المطيشه، يعني على حسب السيده وعلى حسب الدراري اشنو كيبغيو. وكنتنيو هذوك الخبيزات على شكل شاورما، كنديروا لهم داك البابي الومنيوم من التحت ولا يعني على حسب الديكور ديال السيده، او كتكون حلاتهم داتهم صغيورين وحلاتهم وعمراتهم، هو ليسونسييل هي العجين وهاد هي الطريقه اللي عطيتينا وهذه الصلصه الترقيده ديال الدجاج. الله يعطيك الصحه. هذه يعني الشاورما عطيتينا الخبز ديالها كيفاش ممكن نصايبوه، وكذلك الحشوه ديال الشاورما والصلصه المرافقه اللي هي التوميه. فنتمنى لانه الامهات اللي كيتابعونا كل السيدات انهم يصايبوا الشاورما، تبارك الله عطيناها في بزاف ديال المرات في البرنامج، وهذه طريقه مختلفه ديال الشيف سناء بن سلطانه على اساس انه ممكن الوليدات يديوها معاهم المدرسه. فنتمنى ان شاء الله ان الامهات هذا الاسبوع يصايبوا هذه الطريقه.